يقول السائل: ما الحكم في الكذب على المرأة؟ وهل يجوز إطلاقه أم له ضوابط؟ إذا كان لمصلحة لبقاء العشرة بينهما فلا بأس، أما إذا كان ما هو لأجل المصلحة وإنما هو لخديعتها وأكل مالها أو الإضرار بها فإنه لا يجوز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.